مبروك. الله يبارك فيك. هو انت مش مبسوط ليه؟ لا مبسوط بالعكس والله. طيب انا عايزه بقى ابتدي معاك كده قبل ما نتكلم على الماتشات، رايك في مستوى البطوله بشكل عام، كاس العالم للانديه؟ بص، هو مستوى البطوله طبعا كفرق، طبعا اجمد فرق العالم موجوده. انت بتتكلمي في كاس عالم انديه، ابطال القارات بتاعتهم هم اللي مش يعني متواجدين في البطوله. عندك برشلونه، عندك ماجدبورج، عندك البورج، عندك نادي الزمالك، والفرقتين من السعوديه، وبطل سيدني والبرازيل، وبطل امريكا. فانت بتتكلمي ان دي كل الناس الموجوده في بطوله العالم دي ابطال القارات بتاعتهم. اكيد. تاني حاجه، التنظيم بتاع البطوله كان كويس جدا، الملاعب كانت جميله جدا، الصالات، الترتيب بتاع الماتشات كانت كل حاجه كويسه فيها. حتى كمان بقى الحل الموضوع اكتر الجمهور، يعني الجمهور بصراحه دي حاجه يعني كانت احسن حاجه موجوده في البطوله بالنسبه فرق لنا. معاكو وجوده؟ جدا جدا، الناس دي كانت بتتعب عشاننا جدا، عشان يجوا الماتشات، عشان يعملوا البنرات والتشجيع، عشان معاك الثلاث ماتشات ما غابوش خالص ولا ماتش تقريبا. دعمهم ليك على طول جوه الملعب، حتى لو انا ما بلعبش الناس كانت بتنده على اسمي، كانت بتشجعني، كانت بتنده على واحد واحد جوه الفرقه. فكانت لا، روح البطوله وتنظيمها والشكل الجماهيري اللي كان فيها كان مخليها الصراحه. الأجواء دي أنت كنت مفتقدة، يعني بقالك فترة كبيرة بتلعب بدون جمهور. لا، الموضوع جمهور فارق تماما، فارق تماما 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 مع الواحد، واعتقد مع كل واحد في الفرقه، ان تنزلي مهما كانت قوه الماتش لا بيبقى عندك حافز للعب، حافز ان الناس دي ما تروحش زعلانه، حافز انك تطلعي احسن حاجه عندك. كرة اليد يعني بتحظى بجماهيرية وشعبية كبيرة، يعني تقريبا هي بعد الفوتبول على طول. نفسك تشوف الملاعب تاني أو المدرجات مليانة بالجماهير؟ أكيد طبعا، أكيد الموضوع ده بيفرق مع اللعيب جامد جدا، بيخلي اللعيب نفسيا حتى بيبقى فيه شوية ضغط شوية، بس أنت نازلة عاوزة تطلع أحسن حاجة عندك، الناس اللي جاية دي عاوزة توري لهم إن أنت كلعيب أو جون لا أنت جامد، أنت بتعمل أقصى حاجة عندك عشان الناس دي تمشي فرحانة. فلا الموضوع بيفرق تماما. طيب استعديت للبطولة، بدأ استعدادك للبطولة من امتى؟ بص، من بعد ماتش السوبر على طول، يعني احنا من بعد ماتش السوبر ابتدينا نركز في بطولة كأس عالم الأندية، ابتدينا كان عندنا ماتشات في الدوري بنلعبها وبنتمرن برضه عشان ماتشات الدوري، ومنها للماتشات زي برشلونة، يعني كان أول ماتش بالذات برشلونة، فده الماتش الوحيد اللي كنا مركزين عليه قوي، بس ما يعني لعبنا ماتش كويس بس الحظ ما حلفناش في بعض أوقات الماتش. يعني هل الاستعداد ده كان كافي لأنك تبقى أول مباراة ليك مع برشلونة؟ بص، يعني هو مش كافي 100% طبعا، انت روحتي من ليفل لليفل تاني خالص، انت بتلعبي اول ماتشات الدوري ومع فرق محترمه وكل حاجه، بس الليفل بقى اللي هو العالي قوي ده لا ما كانش فيه احتكاك زي ده طبعا، يعني انت لعبتي انديه في مصر بس ما فيش احتكاك زي فرقه برشلونه على نفس الليفل بتاع برشلونه. حتى احنا يعني في الاول كنا ماشيين له بند بند، بس جه ماتش كده في لحظه او في 10 دقائق في نص الماتش السكور فرق، فطبعا في الليفل ده السكور بدل عيلة عليكي 4-5 مع ناس زي دي تعوض. لا بيبقى صعب، انت عاوزه محتاجه مثلا 5 كور تضيع عشان تتعادلي، فصعب جدا انهم يضيعوا 5 كور ورا بعض او باخطاء، فالموضوع بيبقى صعب جدا. وعلى الرغم ان البطوله كانت صعبه والمنافس كان صعب في اول بطوله ليكم، في اول مباراه ليكم، ولكن تالقت ما الحمد شاء لله. الله. يعني انا ما لعبتش ماتش برشلونه بس ماتش سيدني لعبته كله. انا بقول بعد كده في البطوله، في مشوارك في البطوله، لا كان في تالق كبير وكان في توفيق كبير. الحمد لله. يعني انا خلي بالك انا ما لعبتش ماتش برشلونه، فكنت عارف ان انا هبدا الماتش الثاني اللي هو سيدني ده، فكنت مركز جدا ان انا ازاي انزل العب بشكل كويس، اكون شكلي في الجون، حتى ممكن ما ابقاش المنافس طبعا بقوه برشلونه وده طبيعي، بس المهم ان حارس المرمى ولكن هو بطل برضه. بالظبط، لا هو حارس المرمى في كره اليد مهمته صعبه شويه. يعني انت في كره القدم لو بتلعبي فرقه مش جامده ممكن ما يتشطش عليك كتير، انما انت في كره اليد كل هجمه ممكن يتشط عليك الكوره طبعا.